زي النهارده 4 يوليو سنه 1941 ولد الراحل الكبير يحيى العلمي، واحد من كبار صناع الدراما المصريه، لقب كده برائد دراما الجاسوسيه. يحيى العلمي قدم للذاكره الفنيه المصريه مجموعه من الروائع والايقونات الخالده في اذهان كل عشاق الدراما الوطنيه والاجتماعيه. كلنا فاكرين رأفة الهجان، دموع في عيون وقحة، نصف ربيع الآخر، الزيني بركات، زينب والعرش، مسلسل الأيام، السيرة الذاتية لطه حسين، أعمال محفورة في ذاكرة المصريين جميعا لغاية دلوقتي بنتفرج عليها. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن أهم المحطات في رحلة المخرج العبقري يحيى العلمي. تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل يحيى العلمي الذي ولد في 5 يوليو عام 1941، وقدم العلمي عدداً من الروائع الفنية التي تعد أيقونات خالدة في أذهان وعقول عشاق الدراما الوطنية والاجتماعية. فلا أحد ينسى رأفة الهجان ودموع في عيون وقحة ونصف ربيع الآخر وغيرها من الأعمال الأيقونية. ولد يحيى العلمي في محافظة الشرقية ودرس الإخراج الدرامي بلندن عقب تخرجه من كلية الحقوق. بدأت مسيرته الاحترافية بإخراج البرامج التلفزيونية، خاصة التعليمية والثقافية، منها عالم الفن، قصة المسرح، كتاب وقصة وغيرها. حصل يحيى العلمي على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1982، وجائزة الإنتاج من التلفزيون عام 1982، وجائزة مهرجان التراشيل الألماني واتحاد الإذاعات الإفريقية عام 1985. أخرج يحيى العلمي في حياته الفنية حوالي 30 فيلماً أبرزها خائفة من شيء ما، وطائر الليل الحزين، وتزوير في أوراق رسمية. من أهم أعماله في التلفزيون مسلسل رأفة الهجان من بطولة محمود عبد العزيز، الذي تجاوز عدد حلقاته 60 حلقة، وكانت شوارع القاهرة تبدو خالية في توقيت عرض المسلسل. أيضاً مسلسل لا للكاتب مصطفى أمين، ومسلسل الأيام لعميد الأدب طه حسين. شكل مع المخرجين محمد فاضل وإسماعيل عبد الحافظ نجوم الجيل الثاني من مخرجي التلفزيون المصري في بداياته الأولى، بعد الجيل الأول الذي تكون من الراحلين نور الدمرداش وحماد عبد الوهاب ويوسف مرزوق. كان آخر منصب تولاه العلمي هو رئيس الإنتاج الدرامي في مدينة الإنتاج الإعلامي، وكان قبل ذلك رئيساً لقطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأخرج أيضاً العديد من الأوبريتات الغنائية. رحل المخرج الكبير يحيى العلمي عن عالمنا يوم 19 يناير عام 2002، عن عمر ناهز 61 عاماً، بعد أن قدم روائع الأعمال في السينما والتلفزيون والمسرح.